تحتضن دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق في الفترة الممتدة بين 26 و29 من الشهر الحالي المجلس المركزي لاتحاد المعلمين العرب واحتفالات عيد المعلم العربي. للحديث أكثر عن هالفعالية وأهميتها بصباحنا غير معنا الأستاذ عهد الكنج نقيب معلمي دمشق. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الأحبار السوري. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. تطاهد بالبداية خبرنا عن أهمية انعقاد المجلس اليوم بدمشق. صباح الخير مرة ثانية والرحمة كل الرحمة لشهدائنا الأبرار والنصر المؤزر إن شاء الله لجيشنا الباسل الذي يسطر اليوم أروع أنواع البطولات في كافة الجغرافيا السورية والشفاء العاجل لجرحانا. ولولا هذه الانتصارات لما عقد هذا المجلس المركزي في محافظة دمشق أو في العاصمة دمشق قلب العروبة النابض. تعلمون بأنه منذ عامين كان هناك انعقاد المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب وكانت الأزمة في أشدها أو كانت الحرف أشدها على سوريا الحبيبة. رغم استطعنا الذي أن نأخذ من خلال نقابة المعلمين في سوريا ومن خلال تواصلنا مع منظمات الشعبية كمكتب تنفيذي نقابة المعلمين في سوريا وبتوجيه من قيادتنا السياسية أن يعقد المجلس المركزي الثاني مرة ثانية في دمشق قلب العروبة النابض. المشاركين في عدد في هذا المجلس 10 دول عربية، المفروض كانوا 13 دولة عربية، ولكن البحرين وتعلمون النظام القمعي الذي يمارسه السلطات البحرينية منعت نقيب معلمين والأمين العام مساعد اتحاد المعلمين العرب من القدوم إلى سوريا. أيضا هناك كان سوء بتوقيت الطائرة للمغرب العربي. إذا وتأتي أهمية انعقاد هذا المجلس في دمشق تضامنا مع الشعب السوري وتضامنا مع نقابة المعلمين في سوريا وتضامنا مع انتصارات الجيش العربي السوري. وكما تعلمون كان الشعار انتصار سوريا المقاومة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد هو انتصار لمشروع النهوض العربي وحماية الأمن القومي وتعزيز دور المعلمين في تربية الأجيال في مواجهة العدو الصهيوني وأمريكي وأدواته وبشارة النصر القضية الفلسطينية ودعم استمرار العملية. هذا الشعار يدل على كافة التفاصيل التي لها علاقة بمحور المقاومة وجميع المنظمات العربية التي قدمت إلى سوريا. كانت بالأمس في دار الأوبرا، شاهدنا وشاهدتم من خلال التصريحات التي قدموها للمحطات المرئية المسموعة أيضا والصحف اليومية ونشرت اليوم في الصحف اليومية الجريدة جرائد الثلاث في دمشق رؤيتهم ومحبتهم لسوريا وما هي الآلية الحقيقية التي ينظرون إليها للمستقبل للاستفادة من هذا المجالس والاستفادة من عقد المنظمات الشعبية في سوريا للحفاظ على الهوية العربية والحفاظ على الفكر الثقافي العربي الأصيل. والجميع كان بالأمس ينشد ويردد ما قالته القيادة السياسية بأننا دائما سنقول ونردد أمتنا عربية واحدة ذات رسالة خالدة. كاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة في افتتاح المجلس. خلينا نتابع مع زميلتنا هلا نرمين عمار ونرجع نتابع حديثنا. من معظم الدول العربية جاءوا، يجمعهم حب واحد وعشق أزلي لأرض العروبة سوريا، مشاركين ممثلين ووفود من مختلف الأقطار العربية في افتتاح أعمال المجلس المركزي لاتحاد المعلمين العرب الذي تزامن عقده مع احتفال عيد المعلم العربي، حيث أقيم الحفل في دار الأسد للثقافة والفنون والذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الطاهرة، تلاه إلقاء عدة كلمات وعروض مسرحية راقصة بحضور واسع من المعلمين. قلنا لأشقائنا يكفي فخرا لسوريا أنه في 7 سنوات من هذه الحرب الكونية لم تعطل المدارس ولم يعطل المعلم العربي يوما واحدا عن مدرسته، فكما هو الجندي العربي السوري في معركة فالمعلم هو في معركة. قول للمعلمين في سوريا كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم في نصر إن شاء الله، ودوركم المشهود، أنتم فدائيون، فذهابكم إلى المدرسة صباح كل يوم معلمين ومعلمات هي كما الفدائي ينزل إلى أرض المعركة. دائما سوريا في القلب، في قلب كل مصري وفي قلب كل عربي.
سوريا بإذن الله تعالى ستنتصر بفضل قيادة رئيسها الرئيس بشار الأسد وبفضل جيشها المغوار البطل. هذا المجلس طبعا الذي جاء بمحبة وبرغبة كبيرة جدا من كل المنظمات العربية لتقف إلى جانب المعلمين في الجمهورية العربية السورية، بل ولتقف أيضا مع جيشنا وقواتنا المسلحة وتشد على أيدينا من أجل أن نحقق النصر كل النصر على امتداد وطننا الحبيب. كعراقيين نحن مؤمنين بهذه المعركة حيث تمثل الحق ضد الباطل، لأنه ما يجري في سوريا يجري في العراق، وإن شاء الله الشعب السوري والمعلم السوري والمعلم العراقي والشعب العراقي في خندق واحد. أتينا أيضا من لبنان لنجتمع مع اتحاد المعلمين العرب كمجلس مركزي للتوصية وللنقاش حول القضايا العربية التربوية، ولنناقش القضايا التي تهم المعلمين وفي مقدمتها القضايا التي تتعلق بحقوق المعلمين والمناهج التربوية وغيرها من الاستحقاقات. إننا حريصين على الحضور رغم بعد المسافات ورغم صعوبة الاتصال والمواصلات، ولكن مع هذا حضرنا إلى سوريا وإلى دمشق الفيحاء لنؤكد لهم أننا ندعم سوريا في تصديها للإرهاب وفي تصديها للتطرف وفي حرصها على بناء سوريا الوحدة الواحدة الموحدة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون حضورنا لهذا المؤتمر المركزي لاتحاد المعلمين العرب يصب في مصلحة المعلمين العرب عامة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتوحد الأخوان العرب كلهم لصد العدوان على بلادنا. إنه المعلم كان وسيبقى المنارة التي لا تنطفئ، اليد التي تبني أجيال المستقبل في سوريا والشريك الحقيقي لانتصارات الجيش العربي السوري أينما وجد. يعني اليوم مثل ما ذكرت لنا أستاذ عهد كان في مشاركة واسعة من الدول العربية وأيضا مشاركة محلية كانت كتير كبيرة، كمان عدد المعلمين كان حضورهم كتير ملفت، وأيضا يعني كان في هيك تشاركية وتبادل يمكن شوية من الخبرات الصغيرة بينهم وبين المعلمين بالدول العربية. اليوم هالمشاركة هي وهالتجانس العربي فيما يخص العلم والتعليم قديش له دلالات كبيرة؟ نعم. هلا قبل ما اجاوبك على سؤالك خليني بس توجه بالشكر للمعلمين في محافظة دمشق اللي توافدوا امبارح بعددهم تجاوز 2000 معلم ومعلمة، واقول لهم كل عام وانتم بخير بعيد المعلم العربي. حضورهم كان بدار الأوبرا بالامس الى جانب اتحاد المعلمين العرب، هو كان رسالة على الإرهاب الذي حاولوا في الأيام القليلة الماضية أن يحاولوا أن يشوهوا هذه الصورة عن سوريا، ولكن حضور هؤلاء الآلاف في دار الأوبرا بالأمس كانت رسالة واضحة يحملها المعلمون العرب إلى دولهم بشكل كامل. نحن سنعمل من خلال المجلس المركزي الحالي على إيجاد صيغة بأن يكون هناك تشاركية، وخصوصا من ناحية الهوية العربية أو الثقافة العربية بما ينعكس إيجابا على تربية الأجيال. تعلمين بكل دولة لديها قانون ونظام يحكم، نقابي طبعا يحكم هذه الأعمال. مؤخرا كنا في العراق ووقعنا بروتوكول بين دمشق وبغداد فرع الكرخ، سنقوم من خلال هذا البروتوكول بتعميمه على بعض الدول العربية ليصار في المستقبل إلى إيجاد صيغة واحدة موحدة تحكم عمل أو مفردات وفق النظام لكل الدول العربية ونظام النقابي، ليصار في المستقبل إلى أن يكون هناك تبادل خبرات حقيقية على مستوى الدول العربية. وفد معلمين من سوريا إلى المغرب إلى الجزائر إلى تونس، وبدأنا فيه منذ سنتين في هذا الموضوع. هذه الرسالة التي سنحملها هذه الثلاث أيام القادمة للمجلس المعلمين العرب أو لزملائي في اتحاد المعلمين العرب والذين بلغوا عددهم 35 زميل وزميلة، ستكون رسالة واضحة بإذن الله تعالى يحملون أهم
شيء يحمل الإنسان السوري أو يتمتع به الإنسان السوري هو المحبة الإنسان السوري لجميع الدول العربية. أستاذ عهد، حكيت جملة كتير جميلة، يعني نحن عم نحاول نحارب الإرهاب بالعلم والثقافة والفكر. خلينا نحكي عن أهم العناوين اللي تم مناقشتها في المركز، وشو يمكن التوصيات اللي ممكن نخرج منها. بالنسبة لهذه النقطة، سمعنا قبل قليل في الروبرتاج هناك عناوين عريضة. المجلس المركزي الجلسة الأولى ستعقد اليوم مساء، يعني لن أستطيع أن أستبق ما سيقوم، لكل جلسة لها جدول أعمال معين، ولكن كونوا على الثقة أنا أو أحد زملائي من القيادة النقابية في المكتب التنفيذي في حلقة أخرى سيكون هناك بيان ختامي كامل عن أعمال هذا المجلس. بس وأهم النقاط اللي حابين أنتم تركزوا عليها من خلال أعمال المجلس، مقاومة الصمود ومشاركة المعلم العربي، المشاركة الحقيقية المعلم العربي في دور بناء الأجيال، في تربية الأجيال، في مواجهة هذا العدو الصهيوني الأمريكي الذي يحمل فكر إرهابي. وتعلمين ليس فقط في سوريا، إن كان في تونس أو في مصر أو في الدول التي استهدفتها بالربيع العربي المشؤوم كما يزعمون، هناك رسالة سامية للمعلم يجب عليه أن يقوم بها. وأنا أقول أردد كلمة دائما بأن التعليم رسالة أكثر مما هو مهني، والمعلم الناجح هو من امتهن التعليم يؤدي هذه الرسالة. هذا هو المطلوب من المعلم السوري والمعلم العربي بشكل عام. وزادت على المسؤوليات يمكن بظل الظروف اللي عم تمر فيها بلدنا، صار في مسؤولية أكثر بمجرد حضوره بالمدرسة، كمان هو عم يشكل رسالة كتير كبيرة للخارج. أكيد التعليم مستمر ببلدنا والرسالة رح توصل، وأكيد أبناء هالجيل اليوم رح يكبروا وهن أكيد يرجعوا يعيدوا أعمار هالبلد. اليوم رسالة المعلم السوري قديش ازدادت، قديش الحمل يمكن صار كبير عليه أكثر من أي وقت مضى؟ طبعا الذي شاهده المعلم السوري بشكل خاص والمواطن السوري والمواطن العربي السوري بشكل عام لم تشهدوا أي دولة أخرى، وأنت تحاربين 90 دولة شاركوا في هذه الحرب على سوريا. وأيضا والأهم من هذا وذاك، بأن المناهج في الجمهورية العربية السورية تعطى في المناطق التي هي حاليا خارج سيطرة الحكومة السورية، وبإذن الله تعالى، وتعلمين بشهادة التاسعة والبكالوريا كنا نقوم بفتح ممرات لعبور هؤلاء الطلاب لتقديم امتحانات الشهادة التعليم الأساسي والثانوية. هذا الشيء على ماذا يدل؟ يدل على صمود المعلم وتواجده، وعندما يصمد المعلم في مدرسته وفي صفه يعطي حافز للأهالي ويعطي حافز للأبناء لمواصلة تعليمه في المدارس والمعاهد والجامعات. هذه الرسالة، المعلم في النهاية هو مواطن، هو موظف المعلم، ولكن هنا يختلف وظيفة المعلم عن أي وظيفة أخرى. هو مقاتل بجانب، هو مقاتل من خلال الكلمة الصادقة والقلم الذي يحمل به، فالكلمة والقلم هو يوازي البندقية والرصاصة في صدر الإرهاب. هذا هو دور المعلم بشكل عام. طيب خلينا نحكي بعد هيدا المجلس، شو في يمكن على الأجندة، مؤتمرات أو مشاريع أو فعاليات أو نشاطات خلال السنة؟ طبعا كما نقابة المعلمين كمنظمة شعبية هي في حراك دائم، في نشاطات دائمة متواصلة مع المعلمين من خلال تقديم، أتحدث عن الواقع السوري الآن، سؤالك عن الواقع السوري. هناك دائما نشاطات، إن كان بما يتعلق بالتكافل الصحي والخدمات الاجتماعية التي تقدم للمعلمين، في توسيع بمراكز طبية وفتح صيدليات نقابية خاصة بالمعلمين، العمل على افتتاح جامعات خاصة ومدارس خاصة عائداتها تعود بالنفع لنقابة المعلمين. نحاول بأي طريقة أن يكون هناك مكسب مادي أو معنوي يعود بالنفع إلى المعلم، وتشاطرين الرأي بهذا الموضوع بأن يكون هناك دراسة كاملة حول هذا الموضوع في المستقبل أستاذي نور، حول واقع التربية وواقع نقابة المعلمين بشكل عام إن كان في الداخل أو في الخارج. أما النشاطات على مستوى الوطن العربي، المجلس المركزي يعقد بشكل روتيني كل 6 أشهر، أيضا المجلس المركزي لدينا في سوريا يعقد أيضا كل 6 أشهر ويناقش جميع المستجدات وما هي المقترحات والتصورات التي يجب العمل بها لتنعكس إيجابا على المعلم السوري. أستاذ عهد، كلمة لجميع المعلمين السوريين، لجميع المناضلين في ظل الأزمة اللي عم نعيشها، قلنا أنه المعلم السوري هو جندي إلى جانب الجندي السوري، عم يقاتل على الأرض ليحارب الفكر الإرهابي بالعلم والثقافة والحضارة.
طبعا من خلال أمس تلقفها المعلم السوري بشكل خاص والمعلمين من العرب بشكل عام. الوفود العربية تتقاطر إلى الأردن لاجتماع الدول العربية وحضور ممثلين عن العدو الصهيوني والأمريكان وملف لفيهما مع تعليق عضوية سوريا إلى هذه اللحظة في الجامعة الدول العربية. ولكن بالأمس كانت رسالة واضحة بأن الشعوب العربية هي تتقاطر إلى دمشق، الشعوب التي ترفض بمكان أو آخر سياسة الحكومات التي ينتمون إليها. هذه كانت رسالة من قبل المعلم السوري، وللمعلم السوري بالأحرى بأن هناك دور كبير وأخص هنا القيادات النقابية في سوريا بأن تكون دائما ممدودة اليد لجميع المنظمات العربية وخصوصا في نقابة المعلمين، أتحدث عن نقابة المعلمين، لنصل رسالة سامي بأن الشعب السوري هو شعب محب وشعب معطاء، والمعلم السوري قادر على الصمود مدى الحياة في وجه هذا الفكر الظلامي التكفيري. وأكيد يعني رسالة العلم والمعرفة رح تبقى مستمرة بوجه الإرهاب وأيضا الجهل. شكرا كثير لك الأستاذ عهد الكنج نقيب معلمي دمشق، شكرا لوجودك معنا. يسعد صباحكم. شكرا لك أستاذ عهد، وأكيد منقول كل عام وجميع معلمي سوريا بألف خير. كل عام وانتم بخير.